يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية اتصاله بالأنصار ودعوته من الإسلام، دي كانت بداية مثمرة للاتصال بالأنصار، كانت مع وفد من الخزرج في موسم الحج عند عقبة منى. يعني الناس يعني حتى قبل كان الناس يأتون إلى 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 موسم الحج والتجارة في مكة، حتى قبل أن يكون الحج كما هو في الإسلام، كانوا بيأتون إلى معروف البيت الحرام وكانوا يعظمونه ولا يخرجون. فكان في وفد جاي من المدينة جلس معهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفد من الخزرج اللي هم من الأنصار يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام فأسلموا. لما عرض عليهم الإسلام وأسلموا ورجعوا إلى المدينة مرة أخرى، قاموا بالدعوة في الإيه في المدينة، يعني جعلوا يتحدثون مع الناس عن الإيه عن الإسلام، وإن في نبي في مكة أرسل الله سبحانه وتعالى. وهو أصلا الأمر ليس يعني ليس بعيد عن أذانهم، لأن المدينة غير مكة. مكة ده مجتمع وثني بيعبدوا أصنام، ولا المدينة في معهم يهود. اليهود رغم يعني جرمهم ورغم حقارتهم، إلا على الأقل هم أهل كتاب بيتحدثون عن إيه؟ عن سيدنا موسى، ويتحدثون عن السماء وإن في إله إلى آخر هذه إلى آخر هذه الأمور. فعلى الأقل المدينيين أو الأنصار أو الأوس والخزرج بيسمعوا هذه الأمور من الإيه؟ من اليهود، يسمعوا إن في نبي وفي أنبياء وفي إله، وإن عبادة الأوثان دي عبادة إيه؟ عبادة باطلة إلى آخر هذه الأمور. فلما هؤلاء سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى المدينة، قاموا بالدعوة في المدينة. ففي العام التالي رجع هذا الوفد ومعه مجموعة ممن دخلوا في الإسلام. حضر 12 رجلا، 10 من الخزرج وإثنان من الأوس. 12 رجل في العام التالي حضروا بيعة تسمى ببيعة العقبة الأولى، وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمور الدين، وبيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أمور الإسلام، وعادوا إلى المدينة، وبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمهم المزيد من تعاليم الإسلام والمزيد من تعاليم الدين. بعث معهم من؟ سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه، بعث معهم سيدنا مصعب ليعلمهم ويقرئهم القرآن ويفقههم في الدين. فانتشر على يديه الإسلام ورجع إلى مكة قبل بيعة العقبة الثانية. وذلك يقال بأن المدينة فتحت على يد مصعب بن عمير. يعني احنا ما سمعناش عن غزوة اسمها غزوة المدينة مثلا، نسمع عن فتح مكة. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وبعدين دخلها فاتحا، إنما لما دخل المدينة دخل مهاجرا، لأن أصلا كانوا فيها إيه؟ كان فيها مسلمين أسلموا يعني في البداية، وبعدين أسلموا في البعض منهم أسلم على يد سيدنا مصعب بن عمير إلى آخره، وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى. وبعدين بيعة العقبة في العام اللي بعده بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية ديت يعني بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها على ليه؟ على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. بس الكلام ده لما انتشر الإسلام في المدينة. لما انتشر الإسلام في المدينة واطمأن المسلمون المهاجرون بين إخوانهم الأنصار، المسلمون اللي هاجروا من مكة اطمأنوا كده في 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 المدينة المنورة، اطمأنوا بين إخوانهم الأنصار، وبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يلاقي عنة قريش وأذاها الذي كان يشتد على مر الأيام. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في إذلك، وحتى البعض من الصحابة اللي ما زالوا في مكة بيؤذون من المشركين. فقدم وفد من الأنصار في موسم الحج وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. بيروي يعني نبأ هذه البيعة سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري، بيقول فقلنا يعني هم فيما بينهم يعني هكذا قالوا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ يعني مش معقول يعني احنا بمسلمين نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واحنا عايشين امنين مطمئنين في المدينه لا نعذب ولا احد يضطهدنا، ونترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايه في مكه يؤذى من ايه من المشركين ويؤذى من ايه من قريش. يقولون حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكه ويخاف؟ فرحل اليه منا 70 رجلا. في البيعه الاولى كانوا كام؟ 12 رجل. البيعه الثانيه اللي هي بيعه العقبه الثانيه
يقول سيدنا جابر بن عبد الله: فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا. يعني لما ذهبوا لبيع يعني في الموعد اللي هم اتفقوا فيه على مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهبوا مرة واحدة، يعني برضو عملية الكتمان، يعني ذهبوا اثنين بيقول فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين، واحد يروح بعدين اثنين وهكذا، يعني عشان لا ينتشر الخبر في قريش والمشركين. يقول حتى توافينا، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبيعك على ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على، شوف الكلام بقى اللي بايعهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر. السمع والطاعة يعني في النشاط والكسل أنكم تسمعون وتطيعون في كل أمر من أمور الدين، ما تقولوش لا الأمر ده سهل علينا والأمر ده شق، في النشاط وليه والكسل والنفقة في العسر واليسر، عملية التضحية في سبيل الله سواء كان معكم أموال أو ليست معكم أموال، يعني حتى ولو بأقل ليه القليل، لأن مبدأ النفقة والنفقة ومبدأ التضحية ده مبدأ ثابت من ثوابت ليه الدين، الإسلام ينتشر بالتضحية، النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني، هنا بقى الجهاد في سبيل الله، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. يعني اللي أنتم بتحموا منه نفسكم وتحمون منه أبناءكم، يعني فرضا في عدو دخل على ابنكم بتحموه، بتحمون أبناءكم وتحمون زوجاتكم، صح ولا لا؟ فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، يعني تجاهدون معي في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبعدين طب ايه لنا يا رسول الله، يعني بعد الكلام ده كله، يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنفقه والعسر واليسر وعلى السمع والطاعه في النشاط والكسل وهنمنعك وهنحميك، طب لنا ايه يعني بعد ده كله؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولكم الايه الجنه. لم يقل لهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم: لكم الايه الخلافه من بعدي، لكم الملك في الارض، لكم كذا، لكم ايه، لكم كذا، فقط لكم الايه الجنه. بالأمر هنا إيه؟ واضح وصريح. قال: فقمنا إليه فبايعنا، نريد بقى أن احنا فبايعنا، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم، أخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغر ليه؟ من أصغر الصحابة اللي هم بيبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رويدا يا أهل يثرب. يبقى نلاحظ أنه لم يقل إيه؟ رويدا يا أهل ليه؟ المدينة، ما كانش اسمها مدينة إلى الآن. رويدا يا اهل ايه، يا اهل يثرب، يعني على يعني بقول لهم ايه، يعني كده استنوا، يعني انتظروا شويه. رويدا يا اهل يثرب، فانا لم نضرب اكباد الابل، يعني احنا ما لم ناتي يعني كل هذه المسافه وناتي لهذا المكان الا ونحن نعلم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان اخراجه اليوم، يعني كانه بيوقظهم بامر ما، يعني ينبههم، يعني بيقول لهم خليكم عارفين ان اخراجه اليوم، يعني لما تخرجوا النبي من مكه وياتي اليكم، ما تفكروش ان الامر ده هيمر بسهوله. بيقولوا: وان اخراجه اليوم هو مفارقه العرب كافه. ما تفكروش يعني دوله كده هيبقى فيها رئيس مسلم ولا يكسر فيها الاسلام، وان العالم الخارجي هيسيبكم في حالكم، لا. فبيقول ده حتى شوف حتى من على عهد النبي، قال لهم: لما يجي لكم النبي ستفارقون العرب ايه كافه، لان الناس مش هيتركوكم في حالكم، وقتل خياركم، يعني الرجال الاقوياء الاشداء فيكم لما يمنعوا الرسول وجاهدوا معها سيقتلون. يعني العمليه مش عمليه مبايعه ونبايعك يا رسول، مش عمليه عاطفه وحماسه ونبايعك يا رسول الله، وانت لازم تبقوا عارفين عاقبه الايه، عاقبه ايه اللي هيحصل من بعد، ان هذا الامر في مفارقه العرب كافه وقتل خياركم وان تعضكم السيوف. عارف عمليه العض؟ هو بيقول تعض وان تعضكم الايه السيوف، يعني السيوف ستاتيكم من كل مكان، يعني الحرب، يعني وان تعضكم الايه السيوف، فاما انتم قوم تصبرون. وده كان واحد من اصغر بس عنده العقل، يعني كانه بيعمل عمليه توعيه، يعني بيقول لهم: بس خليكم عارفين انتم بتبايعوا على ماذا، انتم مش عمليه بس نبايعك يا رسول، عارفين زي الناس اللي بتخرج في المظاهرات
ونفعل كذا ونفعل كذا. بس لما ايه لما ده يموت وكان شيء ايه وكان شيء لم يكن صح ولا لا. زي حد يقول لك ايه جايين بالملايين على حديث كده على الاقصى بالملايين او حاجه يعني بالملايين على الاقصى رايحين حاجه زي كده. ابوهم لا شايفين لا ملايين ومفيش حد بيتحرك من بيته. فالمقصد ان العمليه مش عمليه عاطفه نبايعك يا رسول الله وتعالى عندنا يا رسول الله ونحن سنمنعك يا رسول الله بعد كده ايه لا. خليكم عارفين ان الامر ده فيه مقاطعه العرب مفارقه العرب كافه تعضكم من السيوف قتل خياركم. فاما انتم قوم تصبرون على ذلك واجركم على الله لو انتم عارفين كده الامور ديت وتصبرون فاجركم على الله. واما انتم تخافون من انفسكم جبينا لو انتم تبينتم الامر وعرفتم ان هتكونوا جبناء فبينوا ذلك. قولوا من دلوقتي والله يا رسول الله احنا ايه الفتره دي مش هن ايه مش هنقدر احنا لسه برضو ايه ضعاف والى اخره. فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. لما تبينوا ذلك الان افضل من كنتم تاتوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا تستطيعون ايه حمايته. فقالوا له امط عنا يا اسعد يعني اسكت فوالله لا ندع هذه البيعه ابدا ولا نسلبها. لا 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 احنا عارفين ان الامر في كما قلت ستعضنا السيوف وسيقتل اشرافنا الى اخر هذه الامور. لكن نحن نصر احنا عارفين هذه الامور ونصر على مبايعه النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا ندع هذه البيعه ابدا ولا نسلبها. قال فقمنا الى النبي فبايعناه فاخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنه. وقد نظر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب وفد الانصار ثم قال العباس لما نظر في وجوه هؤلاء الناس هو طبعا جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستوثق له الامور انه اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم وخبره عنه وعارف يعني برضه عارف ناس من الايه من المدينه الى اخره وعارف القبائل وعارف هذه الاشياء. فعمه فلما راى هؤلاء قال هؤلاء قوم لا اعرفهم انا ما اعرفش ولا واحد في هؤلاء انهم كانوا شباب. عباس بن عبد المطلب رجل كبير في يعني يعرف ممكن يعرف آباءه يعرف أجداده صح ولا لا. ما أنت ممكن لما تسافر لبلدك بعد فترة زمنية طويلة هنا ممكن يكون في شباب كتير تقول والله أنا ما أعرفهمش صح ولا لا غير الناس اللي أنت غير اللي كانوا موجودين وأنت في الإيه في قبل أن تسافر. فالعباس بيقول له هؤلاء قوم لا يعني أنا لا أستطيع أن أعطيك كلمة دول شباب دول أولاد صغيرين يعني هؤلاء قوم لا أعرفهم هؤلاء أحداث يعني ما زالوا ايه ما زالوا صغار كان لا يزال على كفر نعم مما يدل على غلبه الشباب على الوقت. يعني سبحان الله الشباب يعني فعلا الله سبحانه وتعالى نصر الاسلام في البدايه ونصر النبي صلى الله عليه وسلم بالايه بالشباب. وهكذا بايع الانصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعه والنصر والحرب لذلك سماها عباده بن الصامت بيعه الايه بيعه الحرب. وتقدم رواية الصحابي كعب بن مالك الأنصاري وهو أحد المبايعين في العقبة الثانية تفاصيل مهمة. يقول كعب بن مالك الأنصاري فأخذ يعني من ضمن الأشياء اللي حدثت في البيعة يعني بيقول أخذ البراء بن معرور بيده يعني بيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا. يعني زي ما بنمنع أنفسنا ونحمي أنفسنا ونحمي أبناءنا ونحمي نساءنا سنحميك يا رسول الله فبايعنا يا رسول الله. يعني بيقول ده شرف لنا بايعنا يا رسول الله ونحن سنقوم بحمايتك وسنمنعك فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحرب. أنت ده أنت ما تعرفنا ده احنا أقوياء أشداء يا رسول الله نحن أهل الحرب. وفعلا لما الأنصار أصلا كانوا إيه كانوا دايما في عراك ونزاع وحرب مع بعضهم ليه البعض احنا عارفين بنسمع طبعا عن داعس والغبرة ده كانوا بيتعاركوا على اي شيء. لو في قطه كده مرت وواحد مثلا ممكن يعملوا على حرب ويعملوا على معركه فبيقول له والله ده احنا اهل الحرب واهل الحلق واهل الحلقه او الحلقه يعني الحرب والسلاح يعني ورثناها كابرا عن كابر. ده احنا اصلا كل الامور ديت احنا عارفينها يعني عن اجدادنا وعن ابائنا ورثناها كابرا عن كابر. طيب اذا البراء بن معرور بيقول للرسول بايعنا يا رسول الله. فقاطعه صحابي اخر اسمه ابو الهيثم ابن التيهان متسائلا يا رسول الله. شوف بقى ايه البراء بن معرور بيتحدث بيقول له بايعنا يا رسول الله وابو الهيثم ابن التيهان بيسال الرسول بيقول له يا رسول الله تفضل ان بيننا وبين القوم حبالا
إن بيننا وبين القوم حبال، يعني في إيه؟ في عهود وفي مواثيق بيننا وبين القوم، يعني بيننا إما بيننا وبين القبائل الأخرى، وإما بيننا وبين اليهود اللي في الإيه؟ في المدينة معانا. إن بيننا وبين القوم حبالا وإن قاطعها، يعني اليهود، اليهود اللي هم المدينة كان فيها يهود بنو النضير، بنو قريظة، بنو قينقاع، يعني وخيبر ده يكونوا بعيد شوية عن المدينة. فبقول له احنا في بيننا وبين اليهود يعني حبال، يعني عهود ومواثيق وحاجات كده، واحنا انت لما تهاجر الينا ونحن سنقوم بنصرتك فسنقطع هذه الايه العلاقات اللي بيننا وبين اليهود. فبقول له يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبالا وانا قاطعوها. شوف السؤال، سؤال مهم يعني. بقول له يا رسول الله هل عسيت ان نحن فعلنا، او هل عسيت ان نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ يعني بيقول له أنت لما تهاجر إلينا يعني هنقطع الحبال اللي بيننا ومع العرب بقى ومع اليهود ومع كل هؤلاء الناس، بس هل في يوم من الأيام هترجع إلى مكة مرة أخرى وإيه وتتركنا يا رسول الله؟ فهل عسيت أن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم بالهدم، أنا منكم وأنتم مني، وحارب من حاربتم وأسالم من سلمتم. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاص أنا حينما أهاجركم أصبحت إيه؟ أصبحت منكم وأنتم أصبحتم إيه؟ مني. يعني شوف أهله وعشيرته وبلدته التي نشأ فيها، ومكة أحب البلاد إلى الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج منها حزين لأنها البيت الحرام إلى آخر هذه الأمور، ومع ذلك وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعد أهل المدينة قال لهم بل الدم بالدم، يعني أنا أحارب من حاربت والهدم بالهدم، يعني إذا دخلتم في معركة فأنا معكم طالما في الإسلام، يعني أنا منكم وأنتم مني، وحارب من حاربتم وأسالم من سلم. وبالفعل وفى لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت البيعة بسلام، وعاد الأنصار للمدينة ينتظرون هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بتلهف كبير. خلاص يعني أصبحوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيهاجر إليهم، ولما عادوا للمدينة أصبحوا مشتاقين لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. شهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا منكم وأنتم مني. وبالفعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عز وجل عليه مكة في العام الثامن من الهجرة دخلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتحا فقط، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحج النبي صلى الله عليه وسلم من بعد، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ليه؟ إلى المدينة. أصبحت المدينة هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيه؟ إلى الآن، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف البداية كانت من بيعة العقبة قبل أن يهاجر إليه من النبي. وشوف السؤال بتاع أبو الهيثم، شوف يعني قراءة المستقبل، بقول له يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإن قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيت أن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله ثم قال بل الدم بالدم والهدم بالهدم، أنا منكم وأنتم مني، وحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر، وبعد ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى نتحدث بالتفصيل عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وما حدث فيها من أمور، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وبارك لنا في أرزاقنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.